بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين كل أوفياء الرياضة أينما كنتم، عشاق وأحباء قناة النادي الأهلي نادي القرن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم عزب الشرباجي يحييكم من قناة النسر المحلق عاليا في سماء الإعلام الرياضي وقناة النادي الأهلي المحلق عاليا أيضا في سماء الرياضة العالمية والعربية والإفريقية والمصرية. نتمنى لكم مشاهدة رائعة لأحداث اللقاء اللي بيجمع ما بين النادي الأهلي نادي القرن ونادي هليوبلس الرياضي، وذلك في إطار الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز بالمجموعة الأولى. المجموعة الأولى بتضم كل من الأهلي وسبورتنج وهليوبلس والظهور والإعلاميين واسكندرية البترول، وكانت تعرضت كده لإلغاء مباريات المباراة الجولة الثامنة، كان يوم الجمعة لكل من الأهلي واسكندرية البترول، كان اللقاء محدد لي في اسكندريه، وطبعا للاجواء بقى والمطر تم التاجيل، وايضا تم تاجيل لقاء هليوبلس وسبورتنج، وده كان من المجموعه الاولى. اما في المجموعه الثانيه تاجل لقاء واحد وكان دلفي وبورسعيد، وفي المجموعه الثالثه تاجل مباراتين كانت بتروجيت والقناه واكتوبر وطنطا، وفي المجموعه الرابعه تاجل المجموعه كلها طبعا لانهم كلهم تضم فرق من اقاليم او من المباريات كلها كانت سفر، وطبعا تأجلت المجموعة الرابعة بالكامل. هنقول ان الاتحاد المصري طبعا مشكورا قام بالتأجيل ده نظرا لظروف الجو اللي كانت حاصلة كده الاسبوع اللي فات. ان شاء الله كده تبقى الدنيا تمام ونشاهد بقى ونستمتع باللقاءات وعودة المباريات مرة تانية. وطبعا عارفين فريق الاهلي متصدر المجموعة الاولى بفوز 7 لقاءات بنتيجة 3-0. اما هليوبلس كده بيصارع على المركز الثاني وبعد سبورتنج، وان كان لسه مؤجل مباراه مع سبورتنج وهيتحدد فيها لقدر كبير بقى اي من الفريقين في المركز الثاني. عارفين كلنا ان كل مجموعه بتضم 6 فرق، اول وثاني وثالث من كل مجموعه هيطلع ليه اللعب على المراكز من الاول لل 12، اما الرابع والخامس والسادس هيلعب للمراكز من ال 13 لل 24. فرقه هليوبلس اليوم بتضم عبد الرحمن فوزي واحمد رضا وعمر شريف واحمد عاشور وعلي فرحات وعمر الشمرلي وبيشو يوسف ومحمد العسقلاني ومصطفى عكاشه ومحمود هشام ومحمد علي واحمد محمد مصطفى، وفي الليبرو محمد شريف الشمرلي ومحمد عمر الحسيني. الجهاز الفني احمد عاشور مدير فني، محمد سليمان مدرب عام، محمد حسين مساعد مدرب، بلال مرسي مخط احمال، احمد حسين علاج طبيعي، واحمد البرديني مدير اداري. اما فريق الاهلي فريق البطل عبد الله عبد السلام، احمد صلاح، عبد الحليم عبو، محمد عصران، عبد الرحمن الحسيني، عبد العال، حسام يوسف، يوسف مرجان، حمزه الصافي، محمد محسن، احمد سعيد، زياد اسامه، والليبرو محمد معوض ومحمد طارق الصغير. والجهاز الفني محمد مسلحي وتامر مجدي ومحمود جمعه وسامح ظلام للعلاج الطبيعي والوزير للمحلل التقني وخالد ابو زين المدير الاداري وايمن علي اداري. على بركه الله بدا اللقاء بارسال كان مع فريق هليوبلس، واول كوره كده واول نقطه عن طريق المعد رضا من نادي هليوبلس تيجي في حائط الصد وتخرج خارج الملعب. لسه كده اللاعبين في طور التسخين او في بدايات جس النبض كده لفرقه هليوبلس، كانوا كسبوا الدور الاولاني النادي الاهلي كسب 3-0، ولكن بيغيب عن اللقاء النهارده للاصابه دولا صخره حوائط الصد الاهلاويه، وطبعا كان عنده سبرين انكل خفيف كده ويرجع بالسلامه ان شاء الله، وايضا بيغيب عبد الرحمن حسيني للاصابه شرخ في الصباع، وان شاء الله برده يعود للملاعب سريعا. والنهارده بقى الكابتن ميدو لسان حاله كده ما عندوش غير 2 سنتر بلوكات، عبد الحليم عبو من منتصف الملعب، وهنشوف بقى هيعمل ايه مع المشكله دي. وطبعا احمد محمد محسن، وادي كره كده رجع سجال ما بين الفرقتين، وبيدو بيمارس مهامه الاساسيه في قلب الكرات وقلب الملعب، وادي كره ثانيه سهله للملعب النادي الاهلي، وادي عبد الله والقادمون من خلفه، ولكن دفاعات جيده من علي الشمرلي وفي مركز 4، ودفاعات ايضا من عبد الله، ولكن محاوله كده من احمد من الفتى الذهبي بقى احمد صلاح، ولكن غير موفقه. كان جري عليها على طول الحسيني. 2-1 هليوبلس حتى الان، ولسه زي ما قلنا لحضراتكم مرحله جس النبض كده، والاستفاقه بقى هتتم ان شاء الله مع فريق الاهلي. وادي ارسال خارج الملعب من عبد الرحمن فوزي لاعب نادي هليوبلس. يرجع سعيد بالمطرقه اللي من الحديد ان شاء الله يعمل ارسال قوي ويحقق بيه نقطه ليه
فريقنا البطل. وادي سعيد فعلا، ولكن استقبال المره دي معقول، وادي علي وبيعمل كره كده في مركز اتنين بتغير اتجاهاتها. والمطلوب بقى اكيد الكابتن ميدو هيقول لهم مفيش حائط صد تطلع عاليه اهو، لسه عبد الله بيشاور وبيقول اهو ما تطلعش عالي قوي، الكور كلها بتتضرب في تاتش البلوكات. بيرجع عكاشه على الارسال، ابن نادي اكتوبر واللي راح منتقل بقى لهليوبلس، ودي خامس سنه ليه مع نادي هليوبلس. عكاشه ارسال سريع واستقبال رائع من معوض حمد الله على السلامه. معوض وادي الحسيني في ايد حائط الصد ودفاعات متقنه وبيحاولوا يرجعوا الكوره، وضرب بقوه وبتغير اتجاهه، ولكن الحسيني باقتدار وكفاءه ومن المنطقه الخلفيه لاحمد سعيد، وايضا دفاعات جيده لعلي، فرقه متمركزه جيدا حتى الان. ولكن فين بقى حائط الصد العالي قوي، السد العالي كده من عبو والحسيني، ونقطه للاهلي. 3-3 حتى الان في الشوط الاول. ما ننساش ان النادي الاهلي طبعا متصدر المجموعه الاولى، وبيحاول كده نادي هليوبلس يدخل في المنطقه الثانيه وان كان هو ثالث المجموعه حتى الان. وادي عبو ارسال سريع واستقبال جيد من عمر الشميرلي، وفي مركز اثنين اللي ضرب ببره ايديه كده في اللاين على طول من عند الحسيني، كان ضامم لجوه شويه. هتبدا بقى اكيد تعليمات الكابتن ميدو والجهاز الفني للنادي الاهلي. راجع على الارسال احمد محمد مصطفى رقم 19، بيلعب في مركز اتنينات احمد مصطفى. وادي ارسال مع الوثب، ولكن استقبال اكتر من رائع وعكس للملعب، وضرب من الزاويه الحاده للفتى الذهبي العملاق للنادي الاهلي احمد صلاح ابو صلاح. 4-4 للفرقتين، تعادل حتى الان. صلاح الارسال، شايفين كده في الخط الامامي رضا من فرقه هليوبلس، يعني في مشكله في حوادث الصد شويه، رضا قصير القامه جنبه عالي ولكن ما استفادش بالدوران ده. عمر الشميري على الارسال، ارسال سبايك مع الوثب قوي، ولكن استقبال رائع من احمد سعيد، والقادمون من الخلف ودفاعات، محاوله جيده من نادي هليوبلس، ولكن الكره بنقطه للنادي الاهلي. وادي فيه كده اعتراض من فرقه هليوبلس، مش عارف على ايه، الكره فعلا انسايد. ويرجع الحسيني على الارسال، وخمسه خمسه حتى الان، وما شاء الله ثالث او رابع ماتش الحسيني اساسي في الملعب. ارسال بياخد الحافه العليا للشبكه واستقبال جيد، ورضا المنطقه الوسط، وفي لمس للشبكه بتشير عليه على طول الحكم الثاني نجلاء طلعت. وفينا اعتراض بيقولوا بس على رقم كام الشبكه على محسن، وادي هنا بيفهم عبد الله بس بيقول لها خلاص تمام شبكه، بيهدي كده الاجواء عبد الله بخبرته بقى العاليه بيده. وعارفين الحكم الاول عاطف رزق من منطقه دمياط، وهو طبعا حكم دولي فبيحسب على الاتحاد المصري خلاص، ونجلاء طلعت حكم دولي، ومسجل اسامه منصور، ومسجل مساعد سماح عبد الغني، وحامل رايه شريف جمال، وايمان اشرف، واحمد هشام، وامير ايهاب. عوده للاجواء، وكره كده عنتريه من محسن، بيضرب كره مباشره، وما زالت التعليمات من كابتن ميدو مصلحي بيقول لمحسن يطلع شكل البلوك ازاي. ورجع الارسال محسن، ارسال سريع ولكن خارج الملعب، وما زال التقدم حتى الان 7-6 لفريق نادي هليوبلس. عامل تيم كويس الكابتن احمد مصطفى المدير الفني، ناجح ما شاء الله مع الفريق حتى الان، وهيدخل كده في منطقه المنافسه بقى من الاول ال 12. وادي عبد الله بيبص، ولكن بيطلع ويتمطع من فوق عبد الحليم عبو، ويضرب كره كده من فوق عكاشه في مركز خمسة في المنطقة الخالية تماما من حوائط الصد والدفاعات. ويرجع عبد الله على الإرسال بيدو، الغزال الأسمر لفريق النادي الأهلي، وإرسال قوي استقبال جيد من أحمد مصطفى أو أحمد فوزي عفوا. وأدي كرة تانية في حوائط صد ولكن بيشير خارج الملعب، وتمانية هليوبلس السبعة الأهلي. خلاص بقى فرقتنا بدأت تسخن كده وتدخل في الأجواء واللقاء، شايفين ابو صلاح في مركز اثنين، واحمد سعيد في اربعه، وعبو في ثلاثه، يعني خط ما شاء الله قوي جدا، نحاول نعمل بيه الفارق بقى. وعبد الرحمن فوزي على الارسال،
ارسال قوي جدا ولكن معوض باستقبال ولا اروع من كده. وادي هنا احمد سعيد وضرب ساحق وبيشير على طول حامل الرايه المساعد احمد هشام. كره ملامسه للعصا الهوائيه من حوات الصد لنادي هليوبلس. 8 الجميع وسعيد على الارسال. ارسال قوي جدا واستقبال رائع من عبد الرحمن ودفاعات ايضا رائعه من سعيد ولكن غير موفقه. شكل اللقاء ممتع حتى الان. بيحاول كده فريق هليوبلس الدخول في منحدر الكبار بقى ومنافسه النادي الاهلي. هيبدا فرقتنا بقى تسخن وتلعب ولا ايه؟ 8 9 حتى الان. عكاش على الارسال. ارسال سريع فلوتر واستقبال من سعيد وادي عبد الله وبيعكس لاحمد صلاح ولكن ما تخلصش. وتاني دفاعات جيده وادي عالي وبيضرب في نفس اللاين برده. لازم بقى الحسيني يفهم طريقه اداء اللاعب عبد الرحمن رقم 19 اللاعب احمد مصطفى. بيضرب كده في اللاين كتير وخلاص بقى تعليمات الكابتن ميدو اكيد هيقول له. يبقى التنفيذ لنجومنا الابطال. وادي عكاشه ارسال سريع واستقبال جيد ورائع. وادي عبد الحليم خلاص السر او كلمه السر عبد الله عرفها خلاص مع ميدو مسلحي وهيشغله السريع كتير من منتصف الشبكه وينهوا بيها الهجمات. وزي ما شايفين ثالث كره لعبد الحليم وبيرجع الارسال وهينزل محسن بقى. ومع كل كره كده فيها استقبال جيد او كل كره فيها رالي هيخلص على طول من منتصف الشبكه. لسه الاطراف ما لقيتش بقى ضلتها في ملعب نادي هليوبلس. وادي ارسال سريع واستقبال غير متقن وبيعلقها اي حاجه الشميرلي وفيها اشتراك ولكن الكره خارج الملعب وبيحطها كده بملامسه. وادي كابتن ميدو بيقول له تمسك الكره يا حسيني على طول. لسه برضو الخبرات شويه عند الحسيني بقى بادي يكتسبها كده مع الفريق الاول السنه دي. و11 هليوبلس 9 الاهلي. غياب النجوم دولا صخره حوات الصد الاهلاويه وغياب عبد الرحمن سعودي ايضا صخره حوات الصد الاهلاويه. وادي اسقاط من الحسيني بعد كده كره رائعه من عبد الله بيجيبها بايد واحده ولكن باتقان عالي جدا بيلعبها عبد الله وبياخد بيها نقطه على طول الحسيني. وما شاء الله عليك يا عبد الله ما شاء الله عليك يا حسيني. وبيرجع ابو صلاح على الارسال وتفرق نقطه واحده 10 الاهلي 11 هليوبلس. ابو صلاح وارسال بريست الايد ولكن استقبال جيد من الشميرلي والمنطقه الخلفيه ولكن اختار الضرب في خارج الملعب. وتعادل للمره الثالثه في اللقاء وفي الشوط الاول. وما زال ابو صلاح على الارسال الفتى الذهبي للنادي الاهلي. اقوى ضارب في العالم في 2011 وافضل محقق للنقاط في 2015. ما زال ابو صلاح على الارسال وارسال قوي جدا وبنقطه مباشره. ايوه بقى يا ولد. واول تقدم اهو في الشوط الاول للنادي الاهلي 12 11 خلاص. بس اللعيبه في البدايه بيبقوا في مرحله كده هدوء نسبي لغايه لما يكتشفوا مواطن القوه والضعف في الفرقه اللي قدامهم. وعلى طول الكابتن ميدو مصلحي بقى بخبراته بينقل اللعيبه على طول يعملوا ايه. وادي اللعيبه هنا بتنفذ ما شاء الله باحترافيه. وادي ابو صلاح بريست ايده على عمر الشميرلي وفي مركز اربعه كره مشتركه ولكن بياخدها بسهوله وترجع تاني في مركز اربعه. وادي عمر بيضرب ودفاعات مستميته من احمد سعيد والكره ما تعديش من النادي الاهلي. و12 12 حتى الان ولكن كانت دفاعات رائعه من سعيد. حماس من لاعبي نادي هليوبلس. التعادل للمره الرابعه مع النادي الاهلي. وادي عمر بارسال باي لك بيخبط في الحافه العليا للشبكه وبيخون التقدير فيها عبد الله كده كان متابع ولكن الكره عملت رده مرتين كده وتنزل بنقطه. وتقدم مره ثانيه 13 12. يصعب التكهن حتى الان بمجريات الشوط الاول وان كان فريقنا فريق البطل بقى بيحاول يدخل كده في الاجواء وبيعمل بقى بيعدل من نفسه على طول. وضرب من فوق حوات الصد بتاخد اطراف اصابع حوات الصد ونقطه للنادي الاهلي. بيرجع الحسيني على الارسال. ارسال الحسيني و13 13
وما زال في الحديث بقية وإرسال مع استقبال جيد. وادي علي في نص الملعب، ولكن ابو صلاح بيلم ويرفع عبد الله المركز اربعه، وبيطلع من فوق حائط الصد على طول احمد سعيد بقبضه حديديه وبيضرب في مركز سته وبنقطه مباشره. وقلنا لحضراتكم خلي بالكم من المشكله في نادي هليوبلس في اللفه دي، وجود رضا هو قصير القامه، لاعب متميز في الاعداد ولكنه ممكن بسهوله يتدرب من فوقيه، بالاخص عندنا بقى الفتى الطائر احمد سعيد والحسيني. وادي حائط صد مفرد لاحمد سعيد، وتروح فين بقى يا مصطفى؟ ضربت كورتين من الحسيني، لسه لاعب صغير السن وما عندوش خبرات، ولكن بقى صاحب القبضه الحديديه احمد سعيد يلقط على طول بلوك بحائط صد مفرد. وادي وقت مستقطع بيطلبه الخبير الصغير في السن المحنك في الاداء احمد مصطفى عاشور، مدير فني واعد ما شاء الله، وسطر بقى في الاونه الاخيره كده نفسه مع الكره الطايره. كان لاعب متميز. 15 النادي الاهلي 13 هليوبلس، وبدا الاداء خلاص ينتقل التفوق لملعبنا الملعب الكبير ملعب النادي الاهلي. مزيد من التعليمات اهو بيديها على طول ميدو مصلحي وتامر تايجر وجمعه لفرقته، بيقول له في محمد مصطفى من نادي هليوبلس بيضرب في اللاين، نقفل له اللاين كويس، واللي جايين من الخلف اخر لهم شويه، والسنتر عندهم مش شغال لحد كبير نظرا لاهتزاز مستوى الاستقبال او الدفاعات. هنشوف بقى التعليمات دي كلها ولسان حال طبعا الكابتن احمد مصطفى في هليوبلس، بيقول لهم حاولوا توقفوا الهجوم العنيف من منتصف الشبكه ويأثروا شويه على الاستقبال، ولكن ما شاء الله عندنا مستقبلين اكتر من رائعين، محمد معوض والحسيني واحمد سعيد. وادي كره في المنطقه الخلفيه وخارج الملعب بيشير اليها الحكم الاول عاطف رزق، واتسع الفارق لثلاث نقاط، وزي ما يكون بقى النادي الاهلي طبعا في مرحلة جس النبض كده طمع الفرقة اللي قدامه، ولكن في الأخير هو متفوق حتى الآن بفضل إرسالات قوية واستقبال مهزوز إلى حد كبير من عبد الرحمن فوزي. وآدي من منتصف الشبكة، ولكن حائط صد قوي من هليوبلس وتأخر في التغطية الدفاعية، ونقطة حتى الآن لنادي هليوبلس و14-16 في اللفة الثالثة للفريق. يرجع العسقلاني على الارسال، ارسال سهل واستقبال جيد، وادي منتصف الشبكه اللي بدا يضم ليها نادي هليوبلس اثنين ماسكين السريع مان، ولكن بقى المره دي بنقطه اهو مباشره من محسن على طول، ويرجع الارسال. ارسال لمحسن 17 الاهلي 14 هليوبلس، استقبال جيد ورضا بيعكس الملعب بتفوق، وادي ما زال الضرب في اللاين كده وكانت سهله للدفاعات، ولكن في الاخير هي نقطه لنادي هليوبلس 15-17. وبيرجع رضا على الارسال. مزيد من التعليمات لكلا المديرين الفنيين بتنفيذ الواجبات الدفاعيه. وادي عبد الله بقى بيعمل كده جمل خططيه بيشكل لفرقته هيعمل ايه في الجمله اللي جايه. وادي استقبال رائع، وبيجي سعيد منتصف الشبكه ومعذور طبعا عكاشه ما يقدرش يسيب عبد الحليم بالطول الفارع ده ما شاء الله ويركز مع السنتر، ولكن كان لازم يبقى فيه اسيستنت بلوك من هليوبلس، وفي الاخير هي نقطه رائعه للنادي الاهلي. ما زال الفارق ثلاث نقاط وارسال ولا اروع من كده، وتاني غلطه لعبد الرحمن فوزي من الاستقبال نتيجة إرسال عنيف من عبد الله بنقطة مباشرة. أربع نقاط فارق حتى الآن. خلاص بقى دخلت فرقتنا للمنعطف الأخير في الشوط الأول كده، ومنحنى الإجادة عالي قوي مع فرقة الأهلي ما شاء الله. وأدي استقبال أيضا خاطئ وأحمد صلاح، ولكن الكرة ما تخلصش وترجع تاني، وبزهق كده أبو صلاح بيقول لهم إيه بتطلعوا الدفاعات إزاي، وتاني أبو صلاح أهو ضرب من فوق وغير بقى زوايا الضربة عنده ولا يكل ولا يمل في اقتناس النقاط الذهبية أبو صلاح للنادي الأهلي ولمنتخبنا الوطني. يرجع كده بالسلامه ان شاء الله للمنتخب هو عبد الله. و20 الاهلي 15 هليوبلس، وارسال عنيف واستقبال معقول من الشميرلي، وادي تعليه للكره في مركز اربعه بتاخد كده حوات صد وتنزل في ملعب النادي الاهلي. بيقولوا البعض كده ناخر شويه وندخل ايدينا جوه، وادي عبد الحليم بيعتذر لهم.
ورجع عبد الرحمن فوز على الارسال. ارسال مع الوزب قوي واستقبال رائع وبثبات عالي قوي من معوض، وادي باليد اليسرى لابو صلاح خدع الكل عبد الله، وفعلا بيشكل زي ما هو عايز، ودخل ابو صلاح كره بوش باس من مركز اربعه باليد اليسرى على طول، ما بيكدبش خبر وبياخد نقطه لفرقته، وما زال الفارق 5 نقاط. وعبد احمد سعيد على الارسال، ارسال قوي جدا واستقبال رائع من ليبرو نادي هليوبلس محمد عمر الحسيني من ابناء نادي هليوبلس. وادي حائط صد كان قوي جدا من عبد الحليم، والوقت المستقطع الفني الوقت المستقطع الثاني للكابتن احمد مصطفى عاشور مدرب نادي هليوبلس. واتسع الفارق ل6 نقاط كفيله بانها تنهي الشوط الاول لمصلحه المارد الاحمر. عودة للقاء بعد انتهاء الوقت المستقطع الثاني اللي طلبه مدرب نادي هليوبلس الكابتن احمد مصطفى، ورجوع كده للنتيجه، وهنلاقي بقى الفارق بعد ما كان لمصلحه نادي هليوبلس حتى النقطه 13 انقلبت الايه كده، وخلاص بقى تالق وتعملق المارد الاحمر وركب الموجه ثاني وكسب لحتى الان 22-16 باداء رائع من ارسالات قويه من لاعبي النادي الاهلي، ومن دفاعات ايضا بقت متقنه. وادي هنا استقبال لعكاشه اللي ما بيستقبلش، ولكن الكره كانت على ايديه، وادي حوالات صد وتغطيه عاليه قوي من رضا، ولكن دبل بيحسبه على طول الكابتن عاطف رزق الحكم الاول الدولي لمصلحه النادي الاهلي. كره كده دبل من عمر الشميرلي. ما زال سعيد على الارسال، واخر سطرين بقى في الحكايه كده من الشوط الاول، وادي ارسال قوي استقبال رائع ومتميز من عمر الحسيني، وادي دفاعات ايضا ولا اروع من كده. وفين ابو صلاح؟ كره كانت مشتركه فامن نفسه كده، وادي كره ثانيه اهو قفلوا له اللاين بقى، وكره كده من معوض، وبيعكس ابو صلاح للساحر فعلا الفتى الاسمر والغزال الاسمر وصاحب الرشاقه والمرونه بيدو داخل صفوف الملعب الاهلاوي، وزي ما شايفين الروعه والاداء والاتقان. وعلى طول ابو صلاح من المنطقه الاماميه بيدخل كره دبل باص على طول في مركز 2 وبنقطه مباشره. ما زال سعيد، والنقطه الاخيره اللي بالايد من الحديد، وكره انسايد وايس حاضر داخل ملعب النادي الاهلي، وينتهي الشوط الاول 25-16. اعزائي استراحه بين الشوطين، ونعود مره ثانيه مع حضراتكم واستئناف اللقاء. مرة تانية أعزائي المشاهدين، وعودة للقاء النادي الأهلي ونادي هليوبلس الرياضي في إطار مسابقة الدوري العام الممتاز للكرة الطايرة رجال، واللي متصدر حتى الآن المجموعة الأولى النادي الأهلي. وانتهى الشوط الأول بفوز مستحق 25-16 للنادي الأهلي. بيتأكد كده الحكم الأول والحكم الثاني من دوران الفرقتين، وطبعا عارفين أن المجموعة الأولى تعرضت لإلغاء مباريات المرحلة الثامنة بسبب الأمطار، وكان قرار صائب جدا من الاتحاد المصري للكرة الطايرة، واللي بيها مش قادرين بقى نقول لكم ترتيب النهائي المجموعة، ولكن حتى الآن الأهلي متصدر بلا منازع بفارق كبير عن نادي سبورتنج ونادي هليوبلس. عارفين ان صاحب المركز الاول والثاني والثالث من كل مجموعه، وهما 4 مجموعات، بيصعد على طول للعب للمراكز من الاول لل 12، اما الرابع والخامس والسادس يلعب من المراكز لل 13 و 24. ارسال مع سعيد. ارسال قوي واستقبال غير متقن، وكره كده مزنوقه، خلي بالك يا ابو صلاح، وفي لمس الشبكه هنا بيشير اليها الحكم الاول على البلوكر، ولكن الحكم الثاني مدي لمس الشبكه على الضارب، وطبعا هنا بقى راح ابو صلاح وعبد الله، ولكن حقيقي ان لمس الشبكه على الضارب ونقطه للنادي الاهلي بقرار صائب جدا من الحكم الثاني الدولي نجلاء طلعت، وتاكيد على القرار للحكم الدولي الاول عاطف رزق. وادي سعيد
وارسال قوي ولكن استقبال ممتع من عمر الحسين، وادي تاني ودفاعات جيده من معوض، وبتتعكس الكوره لابو صلاح اللي بيعملها هوك كده، كانت سابقاه شويه او هو سبق الكوره شويه، ولكن في الاخير هي نقطه للنادي الاهلي. وادي عبد الله هنا بيقول اه الكوره هربت مني شويه. 2-0 حتى الان بفضل ارسالات قويه من احمد سعيد. ما زال سعيد على الارسال، وارسال في الشبكه بقوه جامده جدا ولكن في الشبكه المره دي يا ابو سعيد. ارسال عبد الرحمن فوزي، 1-2 حتى الان في الشوط الثاني. ارسال قوي واستقبال رائع جدا من معوض، وادي كره دوبل باص، وفي اشاره من الحامل الرايه المساعد احمد هشام بخارج الملعب، وبيؤكد عليها عاطف رزق الحكم الاول. وما زال ارسال مع عبد الرحمن فوزي، وتعديل للنتيجه كده 2-2 في الشوط الثاني. عبد الرحمن ارسال قوي، وادي الاستقبال المتزن من معوض، والقادمون لا مش من الخلف المره دي، ده ابو صلاح بقى عمل سويتش كده وغير مركزه من مركز 2 وجه في منتصف الملعب وعمل كره من السنتر كده كان رافعها له على طول عبد الله، ومؤثره جدا وسحبت معاها حوائط الصد زي ما بنشوف مع حضراتكم في الاعاده. وشكرا القائمين بقناه الاهلي على الاعاده. وادي عبد الحليم اخذ تعليمات الارسال على طول على اللاعب عبد الرحمن فوزي، كانت هز كده في الصوت الاول باستقبالين غلط، وادي بيؤكد هنا على طول ميدو مسلحي رؤيته الكامله لمهارات الاستقبال عند الفريق المنافس، ونقطه مباشره على طول من استقبال خطا، وتاني عبد الحليم ولعب ولكن في الشبكه المره دي عبد الحليم بيعاتب نفسه كده على النقطه. وزي ما قلنا روح الفانيلا الحمراء بقى بتخلي لاعبي الاهلي حريصين على كل نقطه يقوموا بيها باقتدار وبقوه. ويرجع عكاشه من نادي هليوبلس على الارسال. الجيم الثاني سجال حتى الان، لسه ما فرقش النادي الاهلي بفارق سكور يريح في الشوط الثاني. وادي ارسال سريع واستقبال من عبد الرحمن الحسيني ومنتصف الملعب، ولكن دفاعات جيده من عبد الرحمن فوزي لاعب هليوبلس، وكان فيها كده شك انها تبقى دبل ولكن الحكم الاول ما حسبش، وترجع سهله بيعليها قوي عبد الله قبل ما يلم صفوفه ثاني، ويدخل عبد الرحمن من هليوبلس ومنتصف الشبكه للعسقلاني ابن النجم الكبير العسقلاني الكبير بقى، وبيضرب كره كده من بره جسمه بنقطه مباشره. طبعا مباراه حماسيه حتى الان وفيها روعه و نتيجة وتألق كده من الفرقتين، ولكن طبعا المارد الأحمر بيجي كده يسيب الفرقة في الشوط تمشي شوية وبعدين يتألق ويتعاملك زي ما حصل في الشوط الأول. وادي استقبال من عبد الرحمن ودفاعات جيدة من رضا لنادي هليوبلس، وكرة بتتعلى لعمر الشميرلي وبيحطها، ولكن عبد الله يلم، وادي محسن بيعلي كورته، وادي أبو صلاح بيضرب في الزاوية الحادة، ورضا بدفاعات جيدة والكرة جاية للحسيني ما فيهاش أي غلط، وياخد على طول فيرست تايم بنقطة مباشرة. شايفين حضراتكم قد ايه المباراه بقت حماسيه، ولكن باقتدار كده بينهي الاهلي النقاط ويحصل على النقط بارتياحيه، وان كان نادي هليوبلس طبعا خصم لا يستهان به وبيعمل لقاء قوي حتى الان. احمد صلاح الفتى الذهبي على الارسال. ارسال قوي ولكن ياخده كده الحافه العليا للشبكه، ومحمد عمر الحسيني بيستقبله، وادي احمد سعيد بدفاعات جيده بعد كره من القادمون من الخلف، وادي هنا الراجل قاعد في الملعب وفيه شبه اصابه كده ولا ايه، ولكن قام تاني سليم، وهنشوف بقى هيغير ولا ايه. ساب الملعب وخرج كده بدون اذن الحكم، لازم الحكم يديله الاذن بالخروج او يفضل في الملعب ويدخل له الجهاز الطبي. الفريق في نادي هليوبلس 5 داخل الملعب، ويحصل تغيير اضطراري ولا ايه. بيدخل اللاعب رقم 4 احمد طارق محمد عاشور بدلا من عبد الرحمن فوزي. ضرب كوره كده ونزل مسك ظهره، سلامات يا عبد الرحمن فوزي. وبينده بقى الحكم الاول عاطف رزق، بينده لكابتن الفريق لنادي هليوبلس العسقلاني.
استئنافا للقاء والشوط الثاني 6-4 حتى الان للنادي الاهلي، والارسال مع احمد صلاح نجم النادي الاهلي والفتى الذهبي للنادي الاهلي. وادي ارسال قوي واستقبال غير متقن من عمر، وترجع كده وضربه عنتريه وتغيير للدفاعات ولكن بدون اللحاق بالكره. يرجع احمد محمد مصطفى على الارسال، ارسال قوي واستقبال من سعيد وضربة ساحقة من مركز اربعة في مركز اربعة، ونقطة مباشرة على طول من الحسيني. يرجع الحسيني على الارسال، وسبعة الاهلي خمسة هليوبلس. بدأ التفوق خلاص يرجع لملعبنا ملعب النادي الاهلي. وادي الحسيني بارسال قوي جدا واستقبال غير متقن ومهزوز، وكور عنتريه بتتضرب من المناطق الخلفيه، ولكن عبد الله بيسرع اللعب بقى وترمومتر للنادي الاهلي. عبد الله عبد السلام بيدو اللي بيحط كره سريعه لمحسن على طول ما بيكدبش خبر، ونقطه مباشره. يتسع الفارق لثلاث نقاط. ما زال الحسيني على الارسال. طبعا بنذكر حضراتكم بانتهاء الشوط الاول 25-16 لمصلحه النادي الاهلي. وادي استقبال جيد وبيعكس الملعب رضا، ولكن بقى عرفوا خلاص زوايا الضرب لمصطفى، وتاني باسقاط اهو دربكه سلامات في ملعب نادي هليوبلس، وبترجع سهله بياخدها الحسيني على طول، والمباراه بقت سريعه وحماسيه، ودخل بدري شويه سعيد، ولكن هنا في كده بتشير الحكم الثاني نجلاء طلعت ان في تخطي من تحت الشبكه، ولكن سعيد ما عداش برجليه، العبره بالرجل بالقدم، ولكن سعيد حط ايده كده في الكوره ما فيهاش اي حاجه. وهنشوف بقى قرار الحكم الاول هيعمل الكوره جيم بول ولا يعمل ايه. الراجل رجليه بره فعلا، وبيقول بقى ميدو بيقول اللعيبه كلها والصح طبعا هو اللي بيمشي. وهنشوف قرار الحكم الاول عاطف رزق، ولكن الحكم الثاني اعتبرت ان في اعاقه للخصم عن طريق ايد احمد سعيد اللي حط ايده كده في الكوره او في مسار الكوره، واللي خد عليه على طول احمد سعيد انذار من عاطف رزق الحكم الاول، وقال ان في كده تصرف غير لائق بدخول الايد من تحت الشبكه، ولكن الراجل من حقه طالما القانون بيسمح له بدون التاثير على الخصم. بيشرح هنا الحكم الاول الكوره، بيقول كده ان هو اثر على المنافس بحركه لا اراديه عملها احمد سعيد، طبعا مش متعمده جدا. في الاخير هي نقطه لنادي هليوبلس وستة تمانية حتى الان، ونستأنف اللقاء والشوط الثاني وارسال مع عمر الشميرلي، وما زال اللقاء مشتعل وحماسي حتى الان، وان كان بقى في تفوق كده نسبي لفرقتنا اللي محتاجين منهم المزيد والمزيد لتاكيد الصداره. وادي عبد الله وكره قويه ساحقه داخل حدود الملعب وبيضربها محسن على طول، ويهدى بقى الملعب تاني. وخبرات عبد الله عبد السلام واحمد صلاح ومحمد معوض وعبد الحليم واحمد سعيد، واللي بيعتذر طبعا بشياكه ولياقه كده لمدربه، بيقول انه حط ايديه في مسار الكره، وقرار سليم من الحكم التاني والحكم الاول. ادي ارسال واستقبال مزنوق المره دي، وكره كده بنقطه مباشره على طول نعتبرها ايس، لان الاستقبال ما كانش مريح قوي، واول غلطه لمحمد عمر الحسيني من الكره الاولى. ما زال محسن على الارسال، وبدا يتسع الفارق لاربع نقاط حتى الان، 10 النادي الاهلي 6 نادي هليوبلس. وارسال تاني سريع واستقبال المره دي متقن من محمد، وادي حائط سد فردي بياخدها على طول عبه من منطقه الوسط من اللاعب العسقلاني، وما زال الفارق يتسع لخمس نقاط، واول وقت مستقطع بيطلبه كابتن احمد عاشور.
في الوقت المستقطع طبعا بيحاول يلحق الفارق الكابتن احمد مصطفى والجهاز الفني المعاون محمد سليمان ومحمد حسين، وبيقولوا لفرقتهم كده مش عايزين الفريق يتسع لاكتر من كده، وان كان بقى خلاص بدا التفوق والتالق يعود لملعبنا الملعب الكبير لملعب النادي الاهلي، وخمس نقاط حتى الان 11-6. طبعا فارق الخبرات وفارق البطولات وفارق الاسماء والتاريخ بين الناديين، كل الاحترام لنادي هليوبلس وكل التقدير لمستوى الفرقة مع قيادتها الفنية كابتن أحمد مصطفى، ومزيد من التفوق والتألق لفريقنا فريق النادي الأهلي. وأدي محسن واستقبال غير متقن كده، بيعمل دربكة وكرة عنترية زي ما بنقول بدون حوائط صد ولكن دفاعات من محسن، وأدي القادمون من الخلف للولد الشقي او الفتى الشقي لملعب النادي الاهلي حتى الان، وهو الحسيني صغير السن كبير الاداء وحتى الان متقن في ادائه مع الفريق الاول، وده بيحافظ عليه طبعا الكابتن ميدو مصلحي بوجوده داخل التشكيله الاساسيه حتى الان. وادي محسن ارسال تاني سريع واستقبال مهزوز بقى من محمد عمر الحسيني كده، بقى ده يتضغط شويه ويتهز وكان ماشي كويس حتى الكورتين اللي غلط فيهم، وادي كره دوبل على طول واحمد سعيد عايز يضرب بعمق او ديبر، ولكن المره دي كره بترجع عنتريه، وادي محسن وموجه من الهجوم العنيف بيقوم بيها المارد الاحمر بخمس لاعبين زائد عبد الله طبعا في المنطقه الاماميه، يعني ست لاعبين بيهاجموا، عبد الله ممكن يعمل اسقاط او يضرب الكره الثانيه، وعندك احمد سعيد من مركز اربعه وعبه من مركز ثلاثه، وبيجي بقى عندك هنا الحسيني واحمد صلاح من المنطقه الخلفيه، وان كان اللي خارج المشاركه الهجوميه هو محسن وعمل دفاع جيد وارسال ايضا جيد ومتقن وحماس منقطع النظير في ملعب النادي الاهلي، ويتسع الفارق لمزيد من اهدار النقاط لفريق هليوبلس، و14-6 حتى الان بمباراه ولا اروع من كده بيعود بيها المارد الاحمر على طول ويؤكد تفوقه وصدارته للمجموعه الاولى. ما زال محسن على الارسال، ارسال سريع استقبال متقن المره دي من محمد، وادي منطقه خلفيه ودفاعات رائعه من الحسيني وعلى مهلك يا عبد الله، ودفاعات ايضا من ابو صلاح، والله عليك يا عبد الله يعني تسلم ايديك وكره ما ترجعش بعد رالي كده ممتع قوي، وكره ولا اروع من كده اكيد هنشوفها مره واثنين وثلاثه من روعتها، وخلاص بقى عبد الله بقى يجيد الحاجات دي، مش عايز اقول لكم ولا اروع لاعب في العالم بيقدر يعملها، ولكن عندنا بيده عندنا اليد الساحره عندنا الفتى الذهبي للملعب الاحمر، وادي اول مشاركه لعصران بيدخل الملعب وبيطلع الولد المتالق او الفتى المتالق حتى الان الحسيني صغير السن كبير الاداء حتى الان. مزيد من اتساع الفارق لتسع نقاط كفيله انها تنهي الشوط الثاني، وادي محسن ارسال سريع واستقبال جيد من الشميرلي وفي مركز اربعه مزنوقه ولكن ما تعديش خالص للملعب، وفي هنا اشاره كده مش عارفينها بالظبط بيقولوا ان عبد الله خد الكوره ولمس في العصا الهوائيه، ولكن طبعا مش عارفين تقديرها، تقديرها يبقى للحكم ولا تعقيب على قرارات الحكام. ارسال من العسقلاني استقبال من عصران خارج منطقه المناوره، وعبد الله بيتعلق له كوره وترجع تاني ومن ايد حواط صد على العصا الهوائيه، و16-7 حتى الان وتفوق وتالق للملعب الكبير ملعب النادي الاهلي، ويرجع عبد الله على الارسال. بيدو او عبد الله الفتى الغزال الاسمر في صفوف النادي الاهلي بيرست ايديه كده وتغير اتجاهه، ولكن رضا يلحقها وتعلى في مركز اربعات، وخلي بالك يا ابو صلاح فين دفاع من لاعبي نادي هليوبلس، وادي كره ثانيه عنتريه ولكن بقى عصران وعبد الله بيعلق لابو صلاح اللي ضرب ساحق ومحاوله للدفاعات غير موفقه من نادي هليوبلس، وبيحيي عليها ابو صلاح بقى بيحييه ميدو مصلحي كده لاعب كبير الكابتن ميدو مصلحي، وبيحس باداء اللاعب وبيحييه على طول على ادائه الراقي حتى الان والرشيق والممتع لعبد الله عبد السلام واحمد صلاح.
فارق 10 نقاط كفيلة بإنهاء الشوط الثاني بارتياحية وأريحية للنادي الأهلي. وأدي دفاع جيد جدا من محمد عمر الحسيني طلع كورته وما زال مسلسل استنزاف النقاط، ولكن بقى المرة دي في رالي كده ومنتصف شبكة وعبد الله وعصران بيلحق كورته. الله على الأداء الجميل الرشيق الممتع، ولكن بقى ما بيخدموش الحظ، عبد الله بيعلق كورة كده عشان يدي راحة شوية لفرقته وبتلمس على طول الأعلام في آخر الصالة، ولكن بنقطة مباشرة لهليوبلس. وتغيير بيطلع عبد الله بقى بيحاول كده كابتن ميدو يقسم الجيم شوية ويريح لاعبته، وبينزل حسام على طول الكفة أيضا داخل صفوف النادي الأهلي. رضا إرسال على سعيد وأدي على طول بيعلق كرة من منتصف الشبكة، نازل بقى حسام مرتاح وشايف الملعب كويس وعرف ان على طول من منتصف الملعب الكرة بتنتهي، وحب يأثر المشوار ويطلع على طول بيده بنقطة مباشرة في مركز واحد. ما زال الفارق 10 نقاط مريحة إلى حد كبير لملعب النادي الأهلي. وادي سعيد ولكن في الشبكة، يا سعيد كان عايز ياخد نقطة مباشرة على طول ولعب بريسك جامد، فارق السكور مريحه، ولكن نقطة لنادي هليوبلس. احمد طارق عاشور يرجع الارسال، اللاعب اللي نزل بديل مكان عبد الرحمن فوزي، سلامات لعبد الرحمن، حس بشد كده في الظهر وكره فيها شك، ولكن الكره انسايد ملامسه للخطوط وبتنزل على طول عند عصران وبيشير اليها حامل الرايه احمد هشام بنقطه مباشره لنادي هليوبلس. يضيق الفارق لثمان نقاط، وما زال عاشور على الارسال، طارق عاشور او احمد طارق عاشور. ارسال مع الوسب، ولكن محمد معوض بسهوله، وزي ما قلنا حسام بيرفع بارتياح قوي وشايف ملعبه كويس قوي، بيحط على طول الكره الثانيه ليه لعبد الحليم وباسقاط كده، ولكن في ملامسه للشبكه من اللاعب رقم 19 احمد محمد مصطفى، ويطلع احمد سعيد وينزل في الملعب عبد العال. زي ما قلنا كابتن ميدو مصلح بيقسم الجيم كده على اللاعبين، بيحاول يدي فترات راحه للاعبته، مضغوطين بقى في التمارين الفتره اللي فاتت وبيستعدوا كده للدخول في المنحدر الثاني في الدوري. وادي محسن بياخد فيرست تايم كده او كره مباشره من على سن الشبكه بنقطه مباشره، يرجع الفارق تاني ل 10 نقاط. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن احمد مصطفى المدير الفني لنادي هليوبلس. استئنافا للقاء بعد انتهاء الوقت المستقطع الثاني اللي طلبه المدير الفني النادي هليوبلس احمد مصطفى عاشور، وما زال الارسال مع عبد الحليم و20 10 بفارق 10 نقاط مريحه جدا لفريق النادي الاهلي لانهاء الشوط الثاني. عبد الحليم بارسال سريع ولكن استقبال جيد من الشميرلي، وادي كوره باي لك كده بياخدها على طول وعصران بيتصرف فيها، ولكن بتغيير رد الفعل كان بطيء شويه عند محسن وبتنزل النقطه مباشره في ملعب النادي الاهلي. يرجع عكاشة على الارسال، او بيحب بقى يلقب بعضل كده، اسمه مصطفى عضل او مصطفى عكاشة عضل. وادي ارسال سريع واستقبال من عبد العال ومنتصف الشبكه ودفاعات متقنه، ولحقوا الكره نادي هليوبلس وهترجع سهله في ملعب النادي الاهلي. يا ترى حسام هيشكل منها ايه، وداخل محسن ولكن المره دي ما تخلصش يا محسن، وتاني رضا بيعكس الملعب واسقاط اراها على طول عبد العال الفتى الخططي من الدرجه الاولى اللي بيستخدمه على طول الكابتن ميدو مسلحي، ما شاء الله يلعب في اربعه يلعب في اثنين يلعب ليبرو. وادي كره ونقطه مباشره للنادي الاهلي 21-11 10 نقاط ايضا ما زال الفارق، وفي لمس شبك كده كان حاسبه الحكم الثاني نجلاء طلعت. ارسال من ابو صلاح
الفتى الذهبي للنادي الاهلي، واستقبال معقول واسقاط، ولكن محسن بيطلعها وعبد العال بيعليها في مركز اربعه وعصران من فوق، ولكن دفاعات جيده لمحمد عمر الحسيني، ومن مركز اربعه تاني عمر ما بتكونش مظبوطه، وترجع تاني لعصران وحائط صد المره دي من العسقلاني، حائط صد قوي من العسقلاني واحمد مصطفى من نادي هليوبلس. في منافسه واداء جيد حتى الآن من نادي هليوبلس، ولكن تفوق في النتيجة والأداء والروعة في الأداء للنادي الأهلي. 21-12 نتيجة معكوسة كده لو لاحظنا، وإرسال قوي ومعوض بثبات عالي قوي، الحمد لله على السلامة معوض. وآدي عصران بيطلع من الزاوية لحد من 4 في 4، وطبعا كان معاه رضا وكان متفند بقى العسقلاني مع محسن ما يقدرش يسيبه، وعلى طول لعب بيها حسام وشد على طول على فردة البلوكات القصيرة إلى حد نسبي. و22 12 10 نقاط أيضا محافظ النادي الأهلي على الفارق، بيحاول كده ينهي الشوط بأفضل نتيجة ممكنة. وعصران على الإرسال، إرسال قوي واستقبال رائع من الشميرلي، وآدي إسقاط، ولكن أبو صلاح أريها ومعوض بيعلق على طول حسام، وما شاء الله عليك يا حسام، ما شاء الله عليك يا معوض، والاثنين متفاهمين، وكرة كده للضارب القوي جدا حسام يوسف، بيلعب ما شاء الله في أكتر من مركز، واللي كان مأمن بيه كابتن محمد مسلحي النهارده مركز ثلاثات وسايبه بره كده من البداية، ما عندوش غير عبد الحليم و محسن، وطبعا بقى سلامات لدولة صخرة حواط الصد الأهلاوية، وأيضا عبد الرحمن سعودي يرجعوا بالسلامة إن شاء الله. وأدي عصران بإرسال قوي ونقطة ولا إيه، ولكن هنا محاولة لإرجاع الكرة وترجع سهلة في ملعب النادي الأهلي، بيلمها معوض وبتروح لحسام، وأدي إسقاط، الله عليك يا حسام، برؤية عالية وبفنيات ولا أروع من كده، بيعمل إسقاط بعد بقى ما كله تخيل إن حسام هيرفعها للسريع، وبيهنيه عليه على طول أبو صلاح، ونقطة مباشرة. و24-12 النقطة الأخيرة في الشوط الثاني، مازال الإرسال مع عصران. أداء النادي الأهلي يتحدث عن نفسه، مش محتاج تعقيب ولا توصيف. وآدي عصران واستقبال خارج منطقة المناورة، ورضا بيعلق كرة جميلة وبيدخل على طول الشميرلي وبيضرب، بتعدي من محسن وبيعاتب عليها نفسه كده، ولكن الشميرلي عملها جميلة قوي من مركز أربعة، وأيضا رضا رفعها باقتدار كده من مركز واحد، شدها على طول باك لمركز، من باك لمركز أربعة، وبيرجع الشميرلي على الإرسال. و13 24 يا ترى إرسالك هيعمل إيه يا شميرلي؟ إرسال سهل واستقبال جيد من معوض، ومنطقة خلفية، ولكن دفاعات رائعة من محمد عمر الحسيني، وتاني مركز أربعة، والمرة دي في إيد حائط الصد والدفاعات على خارج الملعب، بضربة قوية كده من اللاعب اللي نزل بديل أحمد طارق محمد عاشور بدلا من عبد الرحمن فوزي اللي خرج مصاب إصابة خفيفة إن شاء الله. ما زال عمر على الإرسال، عمر الشميرلي، إرسال قوي المرة دي، ولكن استقبال باقتدار وبقوة وإسقاط من عبد العال، وإنهاء للشوط الثاني 24-14، واستراحة، ونرجع مع حضراتكم مرة ثانية لاستئناف اللقاء. أعزائي عشاق الرياضة أينما كنتم، أحباء قناة النادي الأهلي، نادي القرن، نادي البيت الكبير، النادي الأهلي، نرجع مرة ثانية لملعبنا بالنادي الأهلي بالجزيرة، ومباراة الأهلي وهليوبلس، وحتى الآن تفوق وتميز كده للنادي الأهلي باتنين لا شيء، 25-16 25-14، وما زال في الحديث بقية، وما زال في الحديث تألق، وطبعا الكابتن ميدو بقى زي ما قلنا بيقسم كده فرقته على المباراة، لعب شوط ونص بعبد الله وب احمد سعيد وبالحسيني، والشوط ونص التانيين لعب نص الشوط التاني بعصران وعبد العال وحسام، وكل الفرقه ما شاء الله بتشارك، وادي زياد كمان شايفينه نازل الملعب بدلا من النجم الذهبي والفتى الذهبي احمد صلاح. طبعا دي رساله بيقدمها الكابتن ميدو بقى، بان احنا لازم نعتمد على الناشئين ونوجدهم كده داخل الاداء وداخل الاجواء. بيراجع الحكم الاول والثاني دورانات الفرقتين،
طاقم تحكيمي متميز حتى الآن في أدائه، كابتن عاطف رزق والدولي نجلاء طلعت والمسجل أسامة منصور ومساعد المسجل سماح عبد الغني وحامل الراية شريف جمال وأحمد هشام وأمير إيهاب. إرسال مع نادي هليوبلس واللاعب رضا وافد من نادي بتروجيت ناشئين بتروجيت، وادي ارسال سريع مع استقبال جيد من عصران ومنطقه خلفيه لزياد، ولكن حائط صد قوي قوي وشايفين بيشارك كده وجه جديد داخل الملعب لنادي هليوبلس رقم 3 عمر شريف محمد من ناشئي نادي هليوبلس او ابناء نادي هليوبلس. في سكرين قوي جدا معمول على لاعبي الاهلي بيلعبوا الارسال على عصران، ولكن دخل عبد العال شال على طول، وادي حسام لعصران وبيطلع يضرب كره فيها ملامسه لحوات الصد بقرار سليم جدا من عاطف رزق ونجلاء طلعت وحامل الرايه المساعد احمد هشام. يرجع الارسال للنادي الاهلي واللاعب حسام يوسف نجم وعملاق النادي الاهلي. ارسال برست الايد بنقطه مباشره السهل الممتنع على طول اللي بيأكده حسام يوسف من ساعة ما نزل عمل إسقاط كده بنقطة مباشرة وعمل كورتين سريع، وأدي كرة اهي من الإرسال، يعني من نسبة المشاركة والإجادة ما شاء الله عالية لحسام. ما تقدرش تفرق لاعبي النادي الأهلي عن بعض، كلهم ما شاء الله بيتميزوا بالإجادة والتألق، وأدي حسام بإرسال قوي تاني ولكن استقبال من أحمد من محمد عمر وكرة من منتصف الشبكة للاعب بقى اللي ظل كده في الملعب رقم 3 وحتى الان اخذ حائط صد وضرب كره سريعه، ولسه بقى اللاعبين ما تكيفوش على ادائه وهيبداوا كده يشوفوه بيضرب ازاي ويوقفوه. ارسال احمد طارق عاشور واستقبال جيد من عبد العال، وادي كره في مركز 4 لزياد تاخد حائط الصد، وفي بتشير الحكم الثاني ان زياد عدى من تحت الشبكه بيؤكد عليه على طول الحكم الاول عاطف رزق. و 3-2 حتى الان لنادي هليوبلس. كابتن ميدو بقى بخبراته العاليه جدا بيشجع زياد كده. ارسال برست الايد واستقبال من معوض، وادي حسام وعبد الحليم، ولكن دفاعات جيده من عمر الحسيني وفي مركز 4 ل الشميرلي، ولكن عبد الحليم وعصران ما يسيبوش الكره تعدي وياخدوا حائط صد قوي جدا وبنقطه مباشره، حائط صد فولاذي من عبو. يرجع عصران على الارسال. مباراه حتى الان تالق للنادي الاهلي وكفاح مستمر من لاعبي نادي هليوبلس. عصران ارسال قوي استقبال من ثبات كده رائع، وادي منتصف الشبكه واسقاط، وحسام بيعلق وسلامات بقى ودربكه والحمد لله عدت بخير ومعلش. محاوله جيده من لاعبي النادي الاهلي ولكن الكره ما عدتش. 4 هليوبلس 3 النادي الاهلي. عمر شريف محمد ارسال سهل واستقبال من عبد العال معدي ولا حسام، ولكن بيحتاجوا كده لاعبي نادي هليوبلس ان الكره بالكامل عدت ملعب نادي هليوبلس، ولكن مع طول الفرع العملاق النادي الاهلي حسام يوسف بيطلع الكره وبيرفعها وبتتضرب بنقطه، وهنا بيقول لهم على طول الحكم الاول عاطف رزق ان الكره ما تخطتش لملعب هليوبلس. يحسم القرار على طول ونقطه ل النادي الاهلي و4 4 حتى الان. وحليم على الارسال او عبو على الارسال. ارسال سريع واستقبال جيد ومركز 2 واسقاط، وعصران بيتابع الكره بكفاءه ولكن شافها على طول خارج الملعب وبيساعده فيها الكابتن مسلحي وبيسيبها على طول خارج الملعب. السكور دلوقتي المفروض 5 ولا ايه؟ هنشوف مع حضراتكم. استقبال غير متقن وكره في مركز 4، وادي هنا دفاعات جيده لحسام ومن مركز 4 تاني، وادي ضرب ساحق ولكن دفاعات ايضا جيده من محمد عمر وتاني في مركز 4 وحائط صد ايضا من محسن. الكره كانت مزنوقه حاول يتصرف فيها عمر الشميري ولكن ممسوكه من محسن ونقطه مباشره. مش عارف السكور كده 5-4 زي ما موجود في الصاله ولا 6-4، يراجع كده معانا الكابتن اسامه وكابتن سماح مراجعة للسكور.
وادي استقبال جيد وتاني منتصف الشبكه، ولكن محسن بقى عنوان التالق حتى الان في ست نقاط متتاليه للنادي الاهلي بثلاثه حائط صد، واحد من عبو واثنين من محسن، وعبو ما زال على الارسال. سته الاهلي اربعه هليوبلس، واستقبال غير متقن، كره عنتريه بترجع لملعب النادي الاهلي بدفاعات جيده من عصران وحسام، وادي محسن خلاص بقى راكب الموجه محسن، وبيضرب من حوائط صد قويه وبنقطه مباشره لملعب النادي الاهلي، وما زال التفوق والتالق عنوان اساسي حتى الان في الثلاث اشواط اللي اتلعبوا او في الشوط الثالث حتى الان بنتيجه 7-4 وتفوق ثلاث نقاط. وادي استقبال تاني على خط الثلاثة متر وبيقلبها رضا، وملامسه لحائط الصد بتعمل دربكه كده وبتنزل قدام عصران وحسام، وبيعتذر على طول حسام عن الدفاعات. ماشي اذا كان كده ماشي. ليه عمل شوط حلو قوي اول وتاني. ارسال مع هليوبلس، ارسال سائط لكن يخش عبد العالي يشيل، والسريع على طول ولكن خارج الملعب المره دي يا محسن. يعتذر محسن عن ادائه ولكن معلش يعوض. ما زال الارسال مع احمد محمد مصطفى من هليوبلس. ارسال قصير ايضا على محسن واستقبال غير متقن. لازم بقى محسن يدخل قدام شويه ويعلق الكره صوابع كده، ما تنفعش الاستقبال بجر، واكيد بقى تعليمات للكابتن ميدو مسلحي. وسبعه سبعه حتى الان، تعديل للنتيجه وتعديل للفارق، وبيعتذر محسن وبيقول له انا هدخل اشيلها اهو، وعبد العال بيقول له اهدى شويه، وتاني برضو ولكن عبد العال شال المره دي. وادي هنا القادمون من الخلف، كره مش مريحاك يا عصران، لازم تحطها كده بريست الايد، مش لازم اضرب وخلاص، ولكن بقى ادي حسام بيقول له هعليها لك شويه معلش. واتقلبت النتيجه 8 هليوبلس 4 نقاط متتاليه 7 الاهلي. ما زال احمد محمد مصطفى على الارسال، ارسال سائط ايضا، وادي معوض بيشيل وبيدخل على طول عبد العالم الثبات كده، وبيضرب على ايد رضا، ونقطه مباشره بعد تفنيته او بعد جمله خططيه بيعملها حسام مع محسن. ويرجع زياد اللاعب تحت 19 سنة على الإرسال، بيضمه الكابتن ميدو مسلحي لتشكيلة النادي الأهلي. وزياد بيلعب باليد اليسرى، واستقبال متقن من عمر الشميرلي ومن مركز أربعة، وبيعمل في التاتش ولا إيه، وفعلا في ملامسة بيشير عليها على طول الحكم الأول، وبيأكد عليها حسام بروح رياضية عالية قوي، بيؤكد إشارة الحكم الأول عاطف رزق. ينتقل الإرسال لملعب هليوبلس وعمر الشميرلي. خارج الملعب من عمر. عبد العال النجم المتألق بصفوف النادي الأهلي. إرسال فلوتر واستقبال مزنوق، ورضا يلبس رداء العمالقة ويطلع كده يحط كرة اسقاط ما كانش متوقعة محسن، وتنزل بنقطة مباشرة. رضا كان امامي وكان لازم محسن يمسكه شوية، وطبعا بيفهمه بقى على طول بيقول له الكابتن ميدو مصلحي. وعشرة مرة تانية هليوبلس، تسعة الاهلي، وباي لك بيخدم نادي هليوبلس، ونقطة مباشرة. بيلعبوا كده العسقلان، ياخد الحافة العليا وينزل قدام عصران. لازم بقى لعبتنا تفوق كده وترجع الفريق تاني مريح لملعبنا. واداء جيد من نادي هليوبلس حتى الان. ارسال على عصران واستقبال جيد، وعصران بيطلع ويطير، ولكن دفاعات جيده من العسقلاني وفي مركز اربعه. وادي حائط صد فولاذي صاروخي من عمالقه النادي الاهلي من الادوار العليا لمحسن وحسام يوسف. عشرة الأهلي 11 هليوبلس. محسن على الإرسال سريع واستقبال جيد ومن المنطقة الخلفية، ولكن عصران بيطلعها
ومحاولة كده لإرجاع الكرة، ولكن نقطة مباشرة للنادي الأهلي وتعديل للنتيجة مرة تانية. 11-11. حائط صد كيان قوي من عصران الوافد الجديد للقلعة الحمراء. بيطلبوا كده لاعبي هليوبلس تنظيف الأرضية، فيها مية شوية، ولكن أنا شايف هي خارج الملعب، ما تستدعيش إيقاف اللعب طالما خارج حدود الملعب، ولكن طبعا الحكم الأول والثاني لهم رؤية وبيحافظوا على سلامة اللاعبين. أساس وجود العملية التحكيمية داخل المباريات هي الحفاظ على سلامة اللاعبين، وما زال اللعب متوقف حتى يتم تنشيف أرضية الملعب اللي أنا ما زلت مصمم إنها خارج الملعب، ما تستدعيش إيقاف اللقاء، ولكن زي ما قلنا في رؤية للحكم الأول والثاني بالحفاظ على سلامة اللاعبين. 11-11 والإرسال ما زال أهلاوي مع محسن بعد تعديل كده للنتيجة، محتاجين بقى تعديل الأداء والتفوق يرجع مرة تانية وفارق السكور زي ما شفنا في الشوط الأول 24-16 وفي الشوط 25-16 عفوا، وفي الشوط الثاني 25-14. محسن إرسال سريع واستقبال من عمر الشميرلي، وأدي كرة منتصف الملعب أي حاجة بيطلعها محسن، وأدي حسام ومن مركز أربعة ودفاعات جيدة لنادي هليوبلس بيرجع كرة تانية لملعب الأهلي يلمها عبد العال وترجع لحسام يوسف وبيحط تاني العصران اللي بيطلع فوق ويستنى كده لغاية لما حوط الصد تنزل ويضرب كرة قوية بيحاول عليها عمر الشميرلي، ولكن بنقطة قوية وممتعة للنادي الأهلي. تتعدل النتيجة مرة تانية وثلاث نقاط متتالية توصل الأهلي 12-11. اللفة دي اللي بيبقى فيها مشكلة على حوائط الصد بوجود معد الفريق لنادي هليوبلس على الشبكة. طبعا ليس تقليلا من شأنه، هو معد جيد جدا، ولكن طبعا أمام ناطحات السحاب الأهلاوية بقى بيتضرب كده من فوق كتير. وادي هنا عصران وفيها ملامسه لسنتر الشبكه المره دي، رضا حب يسحب ايديه عشان ما تتضربش في ايده، ولكن على طول عصران برؤيه عاليه ضرب على سنتر الشبكه عمر شريف محمد وبتاخد ايديه وتطلع خارج الملعب. ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني احمد مصطفى عاشور مدرب نادي هليوبلس، وبدا يتسع مره ثانيه الفارق لنقطتين لمصلحه النادي الاهلي. وما زلنا في اللقاء اللي حتى الآن تفوق وتألق من النادي الأهلي ومحاولة واستمرار وحماس من نادي هليوبلس، ولكن بفارق الخبرات وفارق التاريخ وفارق المهارات والأداء والإمكانيات يتفوق حتى الآن 2-0 النادي الأهلي. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم ميدو مصلح بيعمل بقى تجربة ولا أروع بالاستعانة بلاعبين ناشئين من صفوف النادي الأهلي، واللي لازم نبحث عن كافة اللاعبين المتميزين داخل الجمهورية وخارجها، وفي مزيد من اللاعبين واللاعبات متميزات خارج منطقة القاهرة، وإن كنا بقى في مستكشفين كده بادئين يبحثوا عنهم ويجيبوهم تاني لصفوف النادي الأهلي النادي الكبير، وهنضم بعض اللاعبين في الفترة القادمة واللاعبات المتميزات طبعا من الأقاليم واللي منهم لاعبات جيدين جدا وهيكون لهم مستقبل رائع وممتع في الاونه القادمه. وادي كره عنتريه ولكن فيها رالي وامتاع كده للجماهير الحاضره للقاء، وتنتهي بحائط صد من اللاعب زياد اللاعب الصغير في السن اللي ليه مستقبل عالي ان شاء الله في الاونه القادمه. ارسال من رضا سريع واستقبال من عصران، وادي السيناريو المتكرر ولكن دفاعات جيده المره دي، وحسام يرتدي رداء العمالقه وفي اشاره عن ملامستين واشاره صحيحه جدا من الحكم الاول عمر شريف، طلع حائط صد خد الكوره وراحت نازله لمسه صدره وراحت مطلعها برجله، وطبعا بقى اشاره ان هي لمستين. وحسام ما زال على الإرسال و14-12 حتى الآن، تفوق واقتدار كده من حسام وإرسال، ولكن عجبني محمد عمر الحسيني وكنت حضرته الفترات كده في نادي هليوبلس وهو لاعب صغير السن، وتنبأنا له بأنه يكون ليبرو كويس وحتى الآن ثابت جدارته داخل صفوف الفريق. وبدأ الفارق يتسع مرة تانية و15-12.
ارسال قوي واستقبال جيد جدا وكره عابره للقارات واسقاط خارج الملعب بخطا كده لاحمد محمد مصطفى اللي كان ماشي كويس ولكن اختفى بعد بقى ما الاهلي قفل له الخطوط اللي بيضرب فيها وبدا طبعا يتنبه اللاعبين انه بيضرب في اللاين كتير حتى الاسقاط بتاعه عمله طويل في اللاين ولكن كان خارج الملعب المره دي. احمد يا مصطفى حسام يوسف ارسال قوي واستقبال جيد لعمر لأحمد طارق وحوائط الصد المرة دي كانت مشروخة يا عبد الحليم وما زال الكابتن ميدو بيقول لك حط ايدك جوه وطبعا عبد الحليم بقى كفء للحاجات دي وبيعتذر كده بالشياكة للكابتن ميدو بيقول له حاضر احط ايدي جوه عشان اخد الكورة او هدخل ايدي جوه الملعب. تعديل للنتيجة كده بفارق 3 نقاط فقط هليوبلس 13 الاهلي 16 واستقبال معدي وفيرست تايم ولكن بقوه وثبات وكفاءه من معوض وتاني باسقاط ويتحرك حسام وبرؤيه عاليه قوي بيحط على طول لعصران وتاني رالي ممتع للفرقتين والمنطقه الخلفيه واللي بيضرب كره قويه داخل حدود الملعب والله على الروح العاليه من ميدو مصلح اللي بيشير ويساعد الحكم ويقول له فعلا داخل الملعب وهو ده النادي الاهلي هو ده البيت الكبير اللي بيعلم الكل الروح الرياضيه والاخلاق العاليه قوي في الرياضه اللي اساسها هي تعارف الاجيال وتلاحمها مع بعض كده وطبعا سيمفونيه رائعه بيقدمها لنا النهارده النادي الاهلي وقناته قناه النادي الاهلي المتالقه عاليا في سماء الاعلام الرياضي. ادي كره خارج الملعب ما ينفعش بعد النقطه دي يعمل ارسال خارج الملعب ولكن طبعا احنا بنتعلم من الاداء مش قاصدين ننتقد ولا قاصدين نمدح ولكن ده اللي قدامنا بعد الرالي الحلو اللي اتعمل المره اللي فاتت كان المفروض اللاعب يحافظ على ارساله عشان نعلم ولادنا كده الملتفين حول شاشه قناه النادي الاهلي يعني ايه اداء متزن. وادي عصران ارسال قوي استقبال جيد ورائع وكره في مركز 4 للشميرلي وادي هنا حسام بسرعه رد فعل عاليه وباعتماد كده على بعض هترجع سهله ولا ايه وما رجعتش ونقطه كانت مهزوزه ولكن في الاخير هي نقطه جيده جدا من حسام يوسف برشاقه ومرونه وسرعه رد فعل عاليه جدا بيرجع كورته بعد ما غيرت اتجاهاتها ونقطه للنادي الاهلي ويتسع الفارق ل4 نقاط وبنروح للمنعطف الاخير في الشوط الثالث. ارسال من عصران ولكن ينهي القصة في الشبكة ينتقل الارسال مرة تانية لملعب هليوبلس وادي تغيير على طول بينزل اللاعب علي فرحات من ابناء نادي هليوبلس رقم 6 وبيخرج على طول عمر الشميرلي او عمر شريف الشميرلي لاعب متميز عمر الشميرلي ارسال سهل واستقبال من عبد العال وكرة بتتعكس لزياد وما بيكدبش خبر وعلى طريقة العمالقة والكبار وعلى طريقة الفتى الذهبي احمد صلاح بيضرب على طول باليد اليسرى زياد من 2 في مركز 1 بنقطة مباشرة طبعا امتداد بقى للاعبنا الكبير نجم مصر الذهبي الفتى الذهبي احمد صلاح ان شاء الله كده يكون خليفته في الملاعب وادي هنا عبد الحليم وعلي بيستقبل كرة فيها لخبطه شويه وترجع بدربكه ولكن يلمها على طول النادي الاهلي وعصران طالع مش مرتاح في الكوره كان جاي متاخر وهو ده الارتفاع يا عصران اللي بنلعب عليه من بدايه المشوار ولكن انت كنت متاخر شويه وبيعتذر فعلا لحسام يوسف حطها له حلو قوي حسام 3 نقاط فارق 16 هليوبلس 19 الاهلي واحمد محمد مصطفى على الارسال سريع واستقبال غير منضبط من عبد العال وهترجع بقى وخلي بالك وبيزقها كده وما فيهاش اي حاجه وترجع تاني لمركز 6 ونقطه مباشره كان هيرفع حامل الرايه لكن ما فيهاش حاجه بيتصرف فيها عبد العال بقوه واقتدار وحطها له كده كانت مزنوقه شويه عصران ولكن في الاخير هي نقطه للنادي الاهلي و20 16 اخر 5 سطور في القصه النهارده وان شاء الله تبقى ثلاثيه نظيفه لملعبنا الكبير ملعب النادي الاهلي المارد الاحمر نادي القرن وكل قرن ان شاء الله. وادي ارسال لكن خارج الملعب وخارج الاجواء من زياد لسه محتاج شويه زياد شويه في الباور كده ان شاء الله ويبقى لعيب ملوش حل. فرحات او علي فرحات
ارسال على الهادي كده، ولكن يحالفوا فيها الحظ وتنزل في ايد عبد العال. الكره اتزحلقت من ايديه، مربط صوابعه كده عبد العال، وسلامات عبد العال. ولعب علي ارسال كان بطيء اي نعم، ولكن في الاخير هي نقطه لنادي هليوبلس. طبعا كلنا حياديه في قناه النادي الاهلي الكبير، وبننقل لحضراتكم الاحداث كما هي. وادي ارسال تاني واستقبال جيد المره دي، وعبد العال بيعوض بقى وخطأه اللي فات. ولكن عبد العال نجم متالق داخل الصفوف، وبيلعب في اي مركز ما شاء الله يحتاجه فيه المدير الفني، ولاعب محوري ولاعب خططي داخل الاجواء حتى الان. صعب الاستغناء عنه في الفرق، بالاخص انه فعلا لاعب خططي، يلعب ليبرو، يلعب من اربعه، يلعب في اي مركز ما شاء الله بيأدي. 21-18 ارسال سريع واستقبال من فرحات غير متقن، ترجع كده في مركز واحد، وضربه عنتري خارج الملعب، ما فيهاش اي انسايد ولا اي ملامسه. رايحين مع بعض للمنعطف الاخير للقاء، ووقت مستقطع بيهدي بيه الاجواء وبيحاول يلحق بيه اللقاء الكابتن احمد مصطفى عاشور. ولكن حتى الان تميز وتالق من اداء لاعبي النادي الاهلي. ما شاء الله فريق متكامل بجهازه الفني والاداري وبمجلس ادارته اللي بيدعم صفوف النادي الاهلي باستمرار، وبيشاركوا وبيأثروا على طول في كل المحافل، وبقيادته الواعيه طبعا الكابتن محمود الخطيب، وباداراته المتميزه اداره النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر، نجم من نجوم الكره الطايره لاعبا ومدربا، ويؤازر الفريق. وادي بقى مشاركه ثانيه للاعب صغير السن تحت 17 سنه، اللاعب ابن الكابتن الكبير حمدي الصافي، حمزه حمدي الصافي رقم 15 تحت 17 سنه، ومزيد من الخبرات برضو بيكسبها له على طول الكابتن ميدو. ادي ارسال بعدم توقع من لاعبي هليوبلس، بيسقطه على طول بسرعه عاليه قوي عبد العال، وياخد التاتش لاين كده وينزل بنقطه. 23-18 نقطتين تفصلنا عن الثلاث نقاط والعلامه الكامله، ومزيد من مسلسل التألق للنادي الأهلي. عبد العال هدى الإرسال شوية، ولكن استقبال جيد من محمد عمر، وحائط صد من محسن بينهي الحكاية وبينهي القصة، وفضل لنا نقطة واحدة ونحصل على الثلاث نقاط كاملة ونظيفة، وأداء ولا أروع من كده من كل الجهاز الفني والإداري واللاعبين المشاركين في اللقاء. وادي استقبال من فرحات رائع، وتاني في مركز أربعة وترجع، ولكن حائط صد فردي من حسام وينهي الحكاية، و3-0 للأهلي. ألف مبروك للمارد الأحمر نادي الأهلي نادي القرن. أعزائي التقينا سويا على شاشة قناة النادي الأهلي، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم باللقاء، على أمل العودة لكم مرة أخرى. بكل حب، محدثكم عزب الشرباجي، تحياتي وتحيات أسرة قناة النادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.